السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد التحليل ديال الباناكوتا. المهم غادي ندير واحد لا كونتيتي قليله، غندير السيتر ديال الحليب، كاس ديال الحليب عفوا ماشي سيترو، كاس ديال الكريم فريش، السكر على حسب الذوق، هادي واحد شويه ديال الفاني، وغادي نقوم بخلط المقادير بهذه الطريقه هذه على نار هادئه كما تشوفوا معايا، طريقه مبسطه. الان غادي ندير كما تشوفوا معايا السنيد ديال الفرومبواز، خليه يطحن يدير هاد واحد الباناكوتا ساهله دوكا هو فيه. ناخذ جوج ديال الاوراق ديال الجيلاتين، مثلا السيترو تندير فيه جوج ديال الاوراق ديال الجيلاتين، ايترو تندير فيه ربعه، ايترو ونص تندير فيه سته، تبقى غاليه على حسب لا كونتيتي اللي بين ديك الفته. الخليط ديالي وجد تقريبا دغيا ما فيه كاينش 5 ديال الدقائق، 6 على حساب لا كونتيتي. غادي نجيبهم لهنا باش ما ندير لا ما لا والو، الا بغيت نكلي ندير شويه ديال الماء، نخليهم شويه ونطحنهم بالميكسور. كيما تشوفوا اخوتي درتهم في الكيسان على الشكل هذا، درت جوج جبانيه والكوليا هو حنطو هذا باش كوليت الفرومبواز. المهم تبعوا معايا الى نهايه الفيديو، غادي نخليهم تقريبا واحد ساعتين ونص. خوتي وخواتاتي وصلنا لنهايه الحلقه، كما تشوفوا معايا دريسيت لي باناكوتا، كما تشوفوا معايا دريسيتهم هنا في الكيسان جاوا بهذا الشكل هذا. نتمنى الوصفه تعجبكم بحال ديما، وهذه دريسيتها السوراسيت جا داكشي. يا سلام خوتي، الى عجبكم الفيديو ما تنساوش لايك للفيديو، وبالنسبه اللي اول مره يشوف الفيديو يعجبو ما ينساش الاشتراك على القناه باش يوصلو كل جديد. نتمنى لكم عيد مبارك سعيد، السلام عليكم.